مسيرة بصنعاء للمطالبة بإخراج مسلحي الحوثي من حديقة 21 مارس. وقبائل مأرب تنظم عرضا عسكريا وتعهد بحماية المحافظة من أي عدوان. مرحبا بكم. انطلقت مسيرة حاشدة من ناشطي ثورة شباب ثورة 11 من فبراير أمام منصة ساحة التغيير بصنعاء، وطلبت بإخراج مسلحي الحوثي من العاصمة والمحافظات الأخرى، وكذا تسليم حديقة 21 من مارس. وقد جابت المسيرة العديد من الشوارع قبل أن تستقر أمام مقر المنطقة العسكرية السادسة. طالبت بإخراج مسلحي الحوثي من العاصمة والمحافظات وتسليم مقر المنطقة العسكرية التي سيطر عليها مسلحو الحوثي في 21 من سبتمبر الماضي بالتزامن مع سيطرتهم على العاصمة. كما طالب المتظاهرون الدولة ببسط نفوذها في كافة أرجاء البلاد، رفض دمج الميليشيات المسلحة في القوات المسلحة والأمن. المشاركون في المسيرة التي وصلت إلى أمام حديقة 21 مارس تمكنوا من الدخول إلى الحديقة بعد شد وجذب مع المسلحين الحوثيين المسيطرين على هذه الحديقة. المشاركون الذين دخلوا إلى مقر الحديقة نصبوا ألعابا مختلفة داخلها وطلبوا بسرعة رحيل المسلحين منها وترك الفرصة لأطفال العاصمة للدخول إليها واللعب فيها. كما طلب العديد من المشاركين في المسيرة بسرعة تحويل مقر المنطقة العسكرية السادسة إلى حديقة ومنتزه طبيعي وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتسميتها حديقة 21 مارس. المزيد في الاستطلاع التالي الذي أجراه الزميل فؤاد المسلمي مع المشاركين. نقول لمن دور الدمار في اليمن نوع على رأسه وأن احنا قائمين على الظالم. نريد خروج المسلحين من حديقتنا ونريد خروج المسلحين من حديقتنا ونريد ان احنا كلنا الاطفال ان نلعب. هو استكمال الاهداف المسيره يعني ضد الميليشيات، اخراج الميليشيات من العاصمه ومن المدن، هذا الهدف الاسماء. وايضا يعني تحركاتنا كانت في الجامعه والان حديقه، ايضا للبدء في استرداد ما تم نهبه من قبلهم. وايضا هذا المكان الذي ناضلنا لاجله لا يعني لا يمكن ان نترك ايضا يعني مكان الحديقه ان يتم ان يعاد تشكيله الى ميليشيات مسلحه وتنطلق من خلاله. يا جماهير شعبنا العظيم، لقد لمست ولمسنا معك التداعيات الامنيه التي رافقت دخول الميليشيات المسلحة إلى العاصمة صنعاء وما صاحبها من صمت وتواطؤ مخزن من القائمين على أجهزة الدولة. ولاحظنا معك كيف نكثت هذه الميليشيات، كيف نكثت هذه الميليشيات. لاحظت كيف نكثت هذه الميليشيات بكل وعودها. خرجنا من اجل طرد الميليشيات من عاصمتنا، خرجنا من اجل الدول المدنيه الحديثه، خرجنا من اجل ثوره 11 من فبراير، اهداف ثوره 11 من فبراير. نقول الان نوجه نداء عاجل الى الرئيس المنتخب والى الجيش والى الجهه المعنيه التي هي امانه العاصمه. لقد نجحنا فيما عجزتم عنه، ونجحت السلميه فيما عجز السلاح عنه. وها نحن نقول لكم الحديث، تفضلوا تعالوا استلموها. طلبت مؤسسة أطفال السلام الجهات الأمنية بتشكيل لجنة وطنية نزيهة، وذلك لتقصي الحقائق في حادثة التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة أكثر من 16 طالبة وجرح 10 أخريات من طالبات مدرسة الخنساء في مدينة رداع الأسبوع الماضي. عبرت المؤسسة عن استنكارها لهذا العمل الجبان الذي اعتبرت منفذيه أعداء للوطن، داعية جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية إلى التضامن والتنديد بما يحدث في رداع في جميع المحافظات اليمنية من زعزعة للأمن واستقرار المواطنين وأطفالهم. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها مؤسسة أطفال السلام اليوم أمام منزل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. طالبت المؤسسة
الجهة المعنية بتشكيل لجنة وطنية تمتاز بالشفافية والمصداقية لتقصي الحقائق لما حدث للأطفال الأبرياء طالبات المدارس، طالما وهناك من يغطي هذه الجرائم ويطالب بدفن الرؤوس في الرمال ويبرر انتشار الفوضى وحمل السلاح وقيام تنظيمات مسلحة إرهابية على حساب الدولة ومؤسساتها. خروجنا اليوم للتنديد والاستنكار لما حدث لأطفال اليمن بمحافظة البيضة مديرية رداع. طالبات استشهدنا من قبل أعداء الوطن وأعداء الطفولة، ومن هنا نوجه رسالة من قبل أطفال السلام لجميع الأعداء بأن هذه البلد ليست بؤرة للصراعات والنزاعات والاغتيالات والتفجيرات. اليمن بلد الحكمة، بلد الإيمان، رداع مدينة السلام. نحن ندين ونستنكر جميع الجرائم التي حصلت في رداع أو في أي محافظات الجمهورية، ليس كمؤسسة أطفال السلام ولكن كأطفال لدينا حقوق، حقنا في العيش، حقنا في أن نبقى وننمو، حقنا أن نكون نعيش بسلام، نستطيع أن نبتسم، نستطيع أن نبتسم للحياة، نستطيع أن نرى مستقبلنا. ونوجه رسالة لجميع المسؤولين وخاصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية الذين لا يتابعون هذه القضايا، والله إنكم مسؤولون عن كل قطرة دم سقطت في رداع أو في أي محافظة من محافظات الجمهورية. إلى مأرب، حيث تعهدت قبائلها بحماية المحافظة من أي عدوان يستهدفها تحت أي مبرر، وأعلنت رفع الجاهزية لرجالها تحسبا لأي طارئ في ظل تطورات الأوضاع في صنعاء والتصعيد الأخير الذي شهدته بعض المحافظات. جاء ذلك في اجتماع عقدته قبائل مأرب المتواجدة على محيط المحافظة اليوم، وكرس لبحث تطورات الأوضاع في المحافظة والبلاد بشكل عام. أكد المتحدثون في الاجتماع أن الوضع على مستوى اليمن غير مطمئن، خاصة مع تزايد الانتهاكات وعدم الالتزام بأي اتفاقات رسمية من قبل الحوثي، في إشارة إلى اتفاق السلم والشراكة. اعتبر أبناء قبائل مأرب تعيين الحوثيين لمحافظين في عمران والحديدة خارج عن القانون وانقلاب على السلطة والجمهورية. وأكد المشاركون في الملتقى أن ما جرى ويجري لأبناء مديرية أرحب رغم رفضهم الانجرار للعنف يثبت أن لا مجال أمام أبناء القبائل غير مقاومة المعتدي ورفض دخوله المحافظة بأي شكل وتحت أي مبرر. أنه لا يدخل مأرب أبدا مهما كان الأمر، يكفيه صنعاء وعمران والحديدة. الحوثي ينتهك الأعراض ويهدم البيوت ويهد ديور دار القرآن، لو هو غلقها كان قلنا مهما كان الأمر غلقها، لأن الدولة بنت اليمن وخسرت على اليمن من مساجد ودور القرآن يتعلمون فيها، قلبوها مدارس والآن هدوها. كم هدوا مليارات، كم هدوا في اليمن، ولا واحد تكلم، لا عالم ولا متعلم ولا رئيس ولا مرؤوس. فحن مستنكرين هذا الدولة، مستنكرينها، وحن وقوفنا هنا والله لا نموت إلى آخر قطرة من دمانا. لا يدخل مأرب، ولو نعرف إن هذا الدولة قد هي وياه واحد هم قدهم واحد، لا نخرب الكهرب ونخرب البترول ونقلب أسفالها علاوها. كما أكد أبناء مأرب أن ممارسات المسلحين الحوثيين في المحافظات التي احتلوها جعل جميع أبناء مأرب مجمعين على خيار الدفاع عن محافظتهم وأرضهم وعرضهم والمنشآت الحيوية المملوكة لكل أبناء اليمن. واطلعت قيادات التجمعات القبلية بمحيط المحافظة على مستوى الاستعداد والجاهزية لدى الأفراد المرابطين بتلك المناطق، حيث جرى عرض عسكري رمزي بمنطقة النخلة شاركت فيه عينات رمزية من الأفراد المكلفين بحماية مأرب، وكانت وفود رمزية وصلت من مناطق مختلفة للمشاركة باللقاء والعرض العسكري. خرج اللقاء بتوصيات أهمها رفع مستوى الجاهزية وتوسيع دائرة الرقابة حول المحافظة من خلال تكثيف الدوريات على مدار الساعة. قالت وزيرة الإعلام نادية ثقاف أن وزارتها حريصة على تحسين جودة الأداء الإعلامي وتحسين الرسالة الإعلامية واستيعابها لمتطلبات المرحلة المفصلية والانتقالية التي تمر بها اليمن. أكدت الثقافة أن وزارة الإعلام ستعمل خلال الفترة القادمة ضمن برنامج الحكومة على وضع ملامح واضحة للسياسة الإعلامية في البلاد وإعادة الثقة بالإعلام الرسمي من خلال مشاركته في التنمية وخدمة المواطنين في كل اليمن.
وشددت الثقافة على أهمية حرية التعبير والرأي في إطار الحريات العامة للمواطنين، وكذلك لكل الوسائل الإعلامية المسؤولة في ظل القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، بعيدا عن المناكفات السياسية والصراعات التي تساهم وسائل الإعلام بوعي أو بدون وعي في إذكائها. إلى الحديدة، حيث عقد اليوم بالمحافظة اجتماع موسع ضمن قيادات الأحزاب السياسية والفرق الاتحادية والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني والإعلام، وذلك لبحث آلية توحيد صفوف الجميع ونبذ الخلافات والصراعات وتوحيد أو توطيد الأمن والاستقرار في المحافظة. ودعا أمين عام المجلس المحلي حسن الهيج الجميع للعمل بروح وطنية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لخط حالة شراكة لتحقيق الأمن لن يستطيع أحد أن يحققه. في تحقيق الأمن ومساعدة اللجان ومساعدة الأجهزة الأمنية، في وضع خطة أمنية يعمل فيها كل فئات المجتمع لتحقيق الأمن لن يتحقق الأمن. الانفجارات هذه تخص كل مواطن، كل طفل، كل طالب، كل طالبة، لكن هذه تأثيرها على طول مباشر. والإخوة في الأجهزة الأمنية والمحافظة وكافة مؤسسات الدولة اليوم. ما زلنا في محافظة الحديدة، حيث دشنا برنامج حملة الرش بالمبيدات التي تستهدف أرياف الحديدة والمناطق الموبوءة بالبعوض والنامس. وأكد الدكتور ماجد يحيى الجنيد وكيل وزارة الصحة بأن حملة من الوسائل الناجحة لمكافحة الملاريا، وستستمر لمدة 10 أيام وبتكلفة 94 مليون ريال. المحور محور الحديد بشكل عام نقوم بالرش في الاثار الباقيه وندشره في كل سنه من السنوات، لكن احنا متفقين مع الاخوان في المعنيين في الصحه وفي المكتب وفي البرنامج انه لابد ان يكون هناك التزام معه برنامج توعيه مستمر ودائم الى تعز، حيث اقامت المؤسسه التنمويه للشباب وبالشراكه مع منظمه شباب بلا حدود للتنميه وصندوق الامم المتحده للشباب بتعز ورشه عمل بعنوان مناقشه مسوده استراتيجيه وطنيه لاشراك الشباب في اراضي الدوله والأوقاف بالتعاون مع الشبكة الدولية للأراضي. وتهدف الورشة للخروج برؤية واضحة من جهات الاختصاص وعمل الدراسات اللازمة لما سيخدم الشباب وإشراكهم بالأراضي الخاصة. اختتمت دائرة الطلاب بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بضمار دورة تدريبية في الخبر الصحفي للعاملين في المجال الإعلامي التي استمرت 3 أيام. وتأتي هذه الدورات لتدريب الشباب وتنمية قدراتهم في صياغة الأخبار ليكونوا مساهمين في نقل الرسالة الإعلامية وفق خطوات منظمة وقواعد صحفية سليمة. نظم اليوم اتحاد الكليات الطبية وطالبات مستوى ثاني بجامعة العلوم والتكنولوجيا ندوة بعنوان غذاء وتغذية. وفي الندوة أكد الدكتور عبد العزيز عباس أستاذ الغذاء والتغذية على ضرورة توعية الناس بالمفهوم الصحي للغذاء، وكذلك أهمية التغذية الصحية وتجنب العادات الخاطئة في تحضير وتقديم الطعام. كما تم في الندوة استعراض أسباب سوء التغذية والتسمم الغذائي وما يصاحبه من أعراض تؤثر على صحة الإنسان. سوء التغذية من المشاكل الكبيرة جدا التي تعاني منها اليمن، يعني كون اليمن تقريبا بالمستوى الثاني أو تحتل المرتبة الثانية عالميا في سوء التغذية، وهذا مؤشر خطير جدا بأنه بلد بمستوى اليمن بما يملكه من ثروات سواء بشرية أو ثروات طبيعية تتواجد فيه هذه المشكلة والكارثة، لأنه يعني يكاد يكون عائق من عوائق التنمية في البلد أن هناك سوء تغذية. سوء التغذية هو لو حبينا نعرف سوء التغذية هو ناتج عن الزيادة في تناول الغذاء أو نقص الغذاء، يعني هو بيشمل الاثنين، زيادة ونقص الغذاء، وممكن يكون برضو عدم اتزان أو توازن العناصر الغذائية الموجودة
في جسم الإنسان. وطبعا بتحكم حاجات كثيرة جدا، بتحكم الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية، وبتحكم برضو الظروف الموجودة دائما في البلد، سواء كانت حرب أو سواء كان سوء في الاقتصاد، وبتحكم برضو العادات الغذائية الموجودة بين الناس. يعني ممكن الناس يكون عندهم عادات غذائية بالنسبة للحمل، بالنسبة لغذاء الأطفال الصغار، بالنسبة لغذاء الناس الكبار. فهي مرات في عادات بتكون حميدة نحن بنبغي عليها، ومرات بتكون في عادات ما كويسة نحن بنحاول نبعدها بأنه نفهم الناس ما هي الوجبة الغذائية الصحيحة. ومع مجموعة من المتفرقات الاقتصادية. أوضح كبير مهندس الطرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي عبد الحكيم الأغبري لقناة سهيل أن إجمالي المبالغ المقدمة حاليا من البنك لتمويل الطرق في اليمن بلغت ربع مليار دولار، تتوزع على شكل منح وقروض، وتمول هذه المبالغ مشاريع الطرق الريفية وصيانتها، إضافة إلى تمويل المرحلة الأولى من الطريق الدولي عدن صعدة. طبعا البنك الدولي بيساهم يعني شريك أساسي في التنمية في اليمن، وما زال هناك مبالغ يعني لم تستنفذ يعني في مجال الطرق، والاستمرارية إن شاء الله موجودة، لكن نستغل المبالغ المتاحة. قطع اليوم عدد من المواطنين شارع الستين بصنعاء باسطوانات الغاز احتجاجا على أزمة الغاز المنزلي، وتشهد العاصمة صنعاء ومدن أخرى أزمة متفاوتة فيما يباع في بعض المراكز بأكثر من سعره الرسمي. وكانت وزارة النفط قبل أسبوعين أرجعت سبب الأزمة إلى أعمال صيانة في شركة صافر المنتج الرئيسي لمادة الغاز المنزلي، حيث تنتج 30,000 برميل من الغاز المنزلي للاستهلاك المحلي. أبدت شركة كوسوكو الملاحية الصينية خامس أكبر شركات الملاحة على المستوى العالمي رغبتها في تطوير خدمات ميناء عدن ورفعها إلى مستوى خدمات الموانئ العالمية. وتقوم الشركة الصينية بدراسة للمشروع لتقديمه إلى مجلس الوزراء من أجل توسيع الميناء لاستقبال أكبر عدد من الحاويات العملاقة. قال البنك المركزي اليمني إن ميزانية الموحدة للانخفاضا في نهاية أكتوبر الماضي بمقدار 3.5 مليار ريال ليصل إلى 2 تريليون وربع تريليون ريال بانخفاض مضاعف عن الشهر الذي سبقه. وانخفضت إجمالية الودائع لدى البنوك التجارية والإسلامية في أكتوبر 15 مليار ريال مقارنة بسبتمبر المنصرم. ختام النشرة إلى العناوين. مسيرة بصنعاء للمطالبة بإخراج مسلحي الحوثي من حديقة 21 مارس. قبائل مأرب تنظم العرض عسكريا وتعهدوا بحماية المحافظة من أي عدوان. مزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية دوما زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net. كما يمكنكم أيضا زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.